مساء الخير. بيقول أحد المفكرين: كل هوية تسبب عداء بين الناس ليست هوية معرفية، بل هي عامل من عوامل إثارة الحروب، وعلينا العمل من أجل تهذيبها حتى تصبح مصدر غنى معرفي وثراء للهوية المجاورة. ونحن ببرنامج التحدي الكبير منسجمين مع هالقول المأثور، لأنه هويتنا وهدفنا هن جمع المحبة بين الناس وخلق جو تفاعلي بين الشباب وإغناء هويتنا الفكرية والثقافية والإنسانية وتعميق جذورنا بترابنا وتاريخنا وحضارتنا. بالبداية خلونا نرحب سوا بمعد البرنامج الأستاذ كمال نخلي. أهلا وسهلا أستاذ كمال. على يميني معنا الفريقة لسه حنوي سور، ممثلة بالأستاذ سهيل منصور، أهلا وسهلا. أما على شمالي فمعنا الفريق ب مدرسة الإيمان للبنين صيدا، ممثلة بالأستاذ محمد فواز، كمان أهلا وسهلا. لسه حنوي ذكرونا بأسميكم بليز. علي حيدورة. غيدة أنسو. محمد حرس. أهلا وسهلا فيكم. الإيمان. حسام الحسن. أحمد الإمام. دياب دياب. أهلا وسهلا فيكم كمان عن جديد. أي مغلف نقيته طبعا قبل ما نبدأ؟ 11. إيمان 30. 30 حاضرين منيح؟ منبدأ مع لسي حنوي، والسؤال الأول بالمعلومات العامة: عالم فيزيائي ألماني أمريكي متوفي عام 1967 اعتبر المساهم الأكبر في صناعة القنبلة الذرية، من هو؟ ألبرت أينشتاين. لا، ما في جواب. ما في جواب. الجواب هو أوبنهايمر. أوبنهايمر. أينشتاين عمل تيوري ريلاتيفيست، أوبنهايمر طبقه وقال له للرئيس ترومان زدت القنبلة تنجرب شو بيطلع. منتابع مع الإيمان. والسؤال: ولاية أمريكية عاصمتها بوسطن، ما هي؟ شو اسم الولاية؟ واشنطن. لا. أريزونا. لا كمان لا. الجواب هو ماساتشوستس. تعرف ليش سألت السؤال؟ لأنه في أكبر جامعة تكنولوجية بالعالم MIT ماساتشوستس. أوكي. منتابع مع لسي حنوي. والسؤال الثاني بالمعلومات العامة: دولة عربية نفطية كانت تعرف قديما باسم القرين، ما اسمها الحالي؟ قطر. لا. الكويت. الكويت. برافو يا احمد. هيرم عليك يا احمد. اول علامه لكم يا احمد. ومنتابع معكم بالسؤال الثاني بالمعلومات العامه: رئيس حكومه بريطانيا نال عام 1953 جائزه نوبل في الاداب، من هو؟ وينستون تشرشل. صح يا احمد. علامتين لكم، صار معكم ثلاث علامات. ما اخذها بالسلام، اخذها بالاداب. منتابع مع لسي حنوي. والسؤال بالمعلومات العامه: من هو أول لاعب غير أوروبي يمنح جائزة الكرة الذهبية وذلك عام 1995؟ جورج ويا. صح. برافو يا علي. أول علامتين لكم يا علي. السؤال للإيمان صيدا: على منتخب أي دولة فاز منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم بكرة القدم عام 74 بنتيجة 2-1؟ ما تتسرعوا، فكروا منيح. هاي أصعب من هاي ديك، يرجع شوي يتذكر لل 74 بده يرجع. استني اسم الله، حافظين كل ال كل ال إيطاليا. هولندا. برافو. برافو يا علم. علامة لإلكم، وهيك بتكونوا تعادلتوا مع الإيمان صيدا. والسؤال لا لكم: ضاحية شهيرة في لندن
من أشهر معالمها الكلية البحرية والمتحف البحري الوطني، ولا يزال خط الطول الجغرافي يحسب في هذه الضاحية تبعا لخط الزوال. ما اسمها؟ جرينتش. جرينتش. برافو يا محمد، علمتين لألكن، صار معكن 5 علمين. السؤال لمدرسة الإيمان صيدا. بحر داخلي الأكبر في العالم، تعد مصايد هذا البحر المصدر الأول للكافيار بالعالم، ما هو؟ انتبهوا منيح، أكبر في العالم بحر داخلي كافيار. قزوين. قزوين. صح يا أحمد، برافو. فيك يا أحمد. علمتين لإلكن، كمان صار معكن 5 علمات. منتبه مع لسي حنوي، والسؤال الأول بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 70 335 1660 8285. بدأ ألم غيدة، مش عم يكتب. هيدا ألم يا غيدة. ما تتسرعوا، فكروا منيح. انت اليوم لعبت دور ديبانوز ليزافيت ديباني. ضرب 5 ناقص 15 او ناقص 3 ضرب 5 بتطلع 41410. برافو يا محمد، 3 علامات لالون. حطيت طريقتين، عد لي هون تشوف. يا ناقص 3 ضرب 5، يا ناقص 5، يا ضرب 5 ناقص 15. طلع لك 3 علامات. اوكي، 3 علامات يا محمد، صار معكم 8. برافو. سؤال هلا للايمان صيدا. ما هو العدد الناقص في تسلسل الارقام التاليه؟ 80 410 2060 10310. طولكم اياها استاذ كمان، هن قدوا بزياده يا مدام. ايه قدوا بزياده. اعطوني طريقه جديده لاعطيكم علامه. عم تلاحظي بهالمرحله عم بتحمسوا على الطريقه الثانيه الشديده كلهم؟ طيب حصلوا علامه في حلقه من الحلقات، عرفوا كمان الانتروي بعلم طريقتين. اشتغلوا تعطوني طريقتين لأعطيكم 3 علامات. تعطي جواب؟ يس. 51560. صح. في طريقتين، أول طريقة زائد 2 ضرب 5، ثاني طريقة ضرب 5 زائد 10. كمان صح. برافو يا حسام، 3 علامات لإلكم. ما بيناموا على الدايم. صار معكم 8 علامات. سؤال هلا للسي حنوي سوري. استعمل الأرقام التالية لتحصل على العدد 33 17 18 32 31 11. لاحظي مدام اليوم منافسة شو حلوة، منافسة جنوبية، صور وصيدا. حلو. صيدا وصور، ايه عاصمة جنوب صيدا. عرفت صور. عاصمة قضاء صور. واثنيناتهم مدارس قوية. صحيح، شباب أبضاية اثنين. حسام عرفها. برافو يا حسام. لازم نعطيه علامة زيادة لحسام ولا دياب ولا أحمد على السرعة. حكينا أنا وياكي عن قصة السرعة، لازم نظبطها شي نهار، ندخلها هاي السرعة. شو يا علي؟ شد حيلك يا علي تنشوف. يلا. لقيتها ولا بعد؟ لقيتها. أوكي. 17 زائد 43 بيعطينا 60. 60 ضرب 18 زائد 32 هني 40 يعني. هني 50. هني 50 ضرب 11 بيعطينا.
لحظة لإشعاعين. لا لا قلم مظبوط بس على العجلة وعلى التوتر. خد نفس واحكيهم عن مهلك. يلا 43 زائد 17 60 صح 100% 18 زائد 32 50 صح 100% 50 ضرب 60 ضرب 11 هيدي قفيتها بالأول مرة. برافو يا علي، علمتين لإلكن، صار معكن 10 علمات. منتابع مع مدرسة الإيمان للبنين صيدا، والسؤال كمان بتحليل الذهني. استعمل الأرقام التالية لتحصل على العدد 10820 31 41 59 79 20. لازم يبين معكم أي رقم على جنب. ما بينعطى الهمكم. عفيك إذا انتبهوا مثل ما قلتي. ما تتوتروا موترين الشباب. يلا شباب. 31 زائد 59 صح 92 41 زائد 79 بيعطينا 120 120 صح. بنضربهم ببعض بيعطينا 10800 زائد 20. ايه عفريت لشو خايف ايه ولشو خيفانين وموترين. خذوا نفس على الرواق، بعدنا بأول حلقة. أعصاب مشدودة جدا. أعصاب جدا مشدودة. لسي حنوي منتبه معكم. السؤال كمان بتحليل الذهني. ما هو الدخيل في مجموعة الأرقام التالية ولماذا؟ 66 132 176 142 و110. عرفوا مين الدخيل وقولوا لنا ليه. عم بفكر بالمستقبل. الروائد دي لقيها. ما دام بالمستقبل بفكر. أسئلة للسرعة. علامات للسرعة وعلامات لعدم التوتر. علي لقيها. بدك تشوف مع رفقاتك إذا مظبوطة. مين بدي يعطيني جوابي؟ شو؟ 142 عشان ما بتنقسم ب 11. صح يا علي. وفي كمان 110 الوحيد اللي بتنقسم على 5. كيف؟ 110 الوحيد اللي بتنقسم على 5. أو بتنقسم مع 10 وحيدك. إيه. كمان. بس هيدا الانتريو اللي اخدينه نحن هيدا اوكي يعني علامتين عندكم ما فينا شو نقدر انتريو. علامتين لإلكن صار معكم 12 علامة. برافو. منتابع مع الإيمان والسؤال كمان بتحليل الذهني. ما هو الدخيل في مجموعة الأرقام التالية ولماذا؟ 169 529 924 298 441. معكم دقيقة. أيتا بدون ما تفكر على السريع كيف بذوقها. هلا بدي أسأله شو الجواب إذا زدت الجواب. ولا بركي لقى شيء غير. مصيب بركي لقى شيء أول شيء. بعتقد لقى غير طريقتك تكون بهالسهولة. آه في أريزون. لا لا لا. معقول يكون في. هلا بنشوف. الشباب والصبايا عم بضلن على اعصابهم لاخر الحلقه. عم تفرق علامه او علامتين. هلا حلقه الفينال من اجمل الحلقات ك هيك اكتيف كثير.
شو يا أحمد؟ كله مربع تام إلا 298. صح. برافو يا أحمد، علمتين لإلكم، صار معكم 12 علامة. بنتابع مع ليسي حنواي، والسؤال: أديب وصحفي وشاعر وسياسي 1894-1963، كتب بالفرنسية، وأهم مؤلفاته الجبل الملهم، الفن الفينيقي، أصدر مجلة الفينيقية، من هو؟ يلا هيدا أبحاث عن لبنان. الجبل الملهم يعني اسمه بالفرنسية لا مونتاين انسبيري، ترجموا لي على العربي. بس أهم شيء هذا الكاتب كان يطلع مجلة اسمها الفينيقية لفينيسيان. ما في جواب. ما في جواب. ما في جواب. ما في جواب. الجواب هو شارل القرب. لازم أسئلة لبنان بالمرحلة الثالثة ونعطيهم غيرها. أنا نقيت أديب كبير على مستوى شرطة. لا عرفت، لا كلهم أدباء وشعراء كبار، بس لإلهم عم بيكون أهين المات مع الفوتبول. إيه أكيد هيك. وأنا بطلب لهم بحقوقهم. والفوتبول. منتابع مع الإيمان صيدا، والسؤال: نبعلبك صحفي وشاعر وأديب ومترجم، من مؤلفاته مرآة الأيام، إلى الشباب، نيرون، وعرف بلقب شاعر قطرين، من هو؟ بومبات مطران، خليل مطران. أفيك. صح يا أحمد، برافو. علمتين لإلكم، صار معكم 14 وأول تقدم على ليسي حنواي. بس ما ترتاحوا، يمكن يرجع يعدوا. يلا سؤال لليسي حنواي: قرية أثرية فوق نهر إبراهيم على طريق قرطبة، فيها نقوش فينيقية وأثار هيكل ومعابد ونواويس ومعبد فينيقي تحول إلى كنيسة بيزنطية، ما هي؟ شو اسم هالقرية؟ هلا بعيدة عنهم كثير بنام، بس إنه مفروض يتعرفوا على لبنان. لازم ندرس يعمل لكم رحلات تشوفوا هالأثرات المهمة. سأبكم سؤالين صعبين. ما في جواب. يمكن أفقه؟ لا، لا يا ديم. الجواب هو المشنقة. ضيعت المشنقة اللي فيها أثرات كتير مهمة، بس مع الأسف مهملة. بسيطة. منتابع مع مدرسة الإيمان صيدا، والسؤال: إحدى قمم جبل المكمل ارتفاعها 3067 متر، تطل على البقاع شرقا وعلى غابة الأرز غربا، ما هي؟ هذا لازم يعرفه جغرافيا توازيان كتريان. أطعوه. جواب القرن السوداء. ما في جواب. حدونا شيء اسم كتو. خلص قالوا ما في جواب. هو ظهر القضيب. في ثلاث قمم، القرن السوداء وظهر القضيب. أنا قلت لك على شو بيشرف وعطيتك ارتفاع ظهر القضيب، هيدا تروميل 67، ظهر القضيب تروميل كدفندوز اعلى بشوي. معني هيدي الفقرة الأولى من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. لسه حنواي صور جمعوا 12 علامة، يعني عرفوا جاوبوا بنسبة 60% مقابل 14 علامة لمدرسة الإيمان للبنين صيدا، يعني عرفوا جاوبوا بنسبة 70%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. لسي حنواي صور معهم 12 علامة مقابل 14 علامة لمدرسة الإيمان للبنين صيدا. نبدأ مع لسي حنواي، والسؤال الأول بالتحليل الشعري. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية. ما ضر بعد تغرب وفراقي لو أنهم سمحوا بيوم طلاقي، ليت الأحبة في المهاجر عندهم ما عندنا لهم من ال... بدها تنتهي أكيد
بقي الشاعر شبل الملاط عرفتوها بعرف سمعتها لهون صبت بس وعي على صوتهم يعطون الجواب لرفقاتهم انتبهوا على المعنى بيطلع معكم الجواب بدها تنتهي بقي متحمسين الشباب عشان هيك مبسوطين عرفوها لازم تنتبهوا على المعنى ما عندنا لهم من ال بس القاف ولا الالف والقاف القاف الالف والقاف ولا بس القاف تزبط الف والقاف الف والقاف اشتياقي فراقي اشواقي مش اشتياق ما فيك تقولي عنا عليهم اشتياق اكثرتي اشواقي اشتياق يعني انتوا طلعتوا اشطر منهم قالوا فراقي بالعكس المعنى بعيد ما كاتبين اشتياقي بس قالوا غلط قلنا نقول الثاني لا انا سمعت اشواق لان مش هيك بس عندي اشواق انتوا عم تحكوا منتابع مع مدرسه الايمان صيدا والسؤال استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية يخاطبني السفيه بكل قبح وآسف أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق بدأ تنتهي بباء كتير حلو هالبيت عن جد ليش في ناس هيك سفهاء بيحكوا بلا طعم كل ما السفيه عدى على الإنسان كل ما الإنسان منيح يشبه بعد تنتهي بباء هيدا إذا ماني غلطان للإمام الشافعي هيدا إذا مش غلطان تفتكر للإمام الشافعي لهيبة لا كنا حنقول نفس الشيء كمان طيبة طيبة صوت أكيد العود العود بس تحرق العود تطلع ريحته ريحة العود بسيطة يا شباب منتابع مع لسي حنوي والسؤال الثاني بالتحليل الشعري أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلمات انتبهوا على التحريك مغرينا رثة ثوبنا دهر ويا صبرا ولبسنا جميلة القميصة فعورينا في غلطة طبعا أول كلمة مش مغرينا فعورينا أول كلمة؟ إيه فعورينا فعورينا عورينا عورينا فعورينا لا عورينا صرت عاري ثوبنا فيل السببية دهرو يا صبرا ولبسنا جميلة القميصة ودي عقل رثا ولا رثا؟ رثا رثا؟ رثا يا دهر رثا ثوبنا فعورينا صبرا ولبسنا لا 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 بلشت غلط يا دهر رثا ثوبنا كفية تشوف ولبسنا القميص صبرا جميلا لا 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 ما قالوا زيت شيء الجواب هو رثا يا دهر ثوبنا فعورينا ولبسنا القميص صبرا جميلا تاني بيت صح كان تاني بيت صح بس الاول غلط يمشي مني كمان بسيطة منتابع مع الإيمان صيدا والسؤال أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلمات
هرولة أقول مرة إني لعمر مؤنسة زياراتي الأرض يا قصرت. هذا كتير حلو هالبيت. إله ميشيل أبو شهلة. مرة شو؟ لعمرن. لعمرن. مؤنسة. الأبيات الشعرية الحلوة كتير. كل إنسان يفكر فيها بالأخير بيقولها. لعمرن. تعرفوا والله حلو حلو هي هيا كل انسان يفكر فيها يعني الكبير والصغير اقول لعمر مره هروله اني قصرت زياراتي يا مؤنسة لا لا لا. شو يا غيدة؟ يلا أقول لعمر مرة هالولة إني لا إني بأول وحدة ليش عم تحطوها بالثانية؟ ليش عم تسرعوا؟ إني أقول لعمر مرة هالولة يا مؤنس الأرض قصرت زياراتي. يمرق العمر بسرعة قصرت الزيارات. إحنا قلنيهم بس شقلبنيهم نفس الشيء. لا بس إني حطيتها تحت. ما الصدر من علامة الصدر حطيتها بالعجل شو بيك؟ لا إني حطيتها بآخر ال إذا حطيتها بالآخر كسر؟ منتبه مع لسي حنوي والسؤال استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية يا جبل صنين يا جار القمر يا خي أعر ريم في بعد النظر يا ما تحطم تحت أقدامك عصور وأنت بعدك حي تتحدى تنتهي بيرا معناتها هيا لازم تعرفوها لازم تعرفوها شو عم يتحدى؟ را شو بده يتحدى يا علي او يا محمد؟ مش رح تعرفوها رح ازعل البشر البشر؟ لا لا قدر عم تتحدى قدرك تتحدى القدر عم تتحدى قدرك تتحدى بصرك ولو yeah. منتابع مع الإيمان صيدا والسؤال كمان بالتحليل السجلي استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية نحن أصحاب رايات الوجيهة والأخلاق ونفوس النزيهة وعلمنا في سما الإلهام ليح وسمعتنا الخلود هاي صعبة بيقدروا يلقوا كلمة تانية إذا لقوا بحسبها لأن ما بينكسر يمكن يلاقوا كلمتين بس هيديك حرام ما تعرفوا واحد شو بيتحدى قدروا هون ما دام في يلاقوا كلمه ثانيه واذا اعطوني اياها وما انكسر بحسبها لا صح على التوتر مش عم بركز الشباب هي صعبه شوي لا هلا هي صعبة بس ما قبل قطع هين وقطعتوهم غلبطت فيهم سمعتنا الخلود شو بيعمل
في جواب. قريحة؟ لا. الجواب هو بيصطفيها. نعم انتبهوا شباب، بيصطفيها بنقيها. أنا قلت لهم قولوا لي سمعتنا الخلود بينتقيها بحسبها صح. بنقيها بحسبها صح. يعني سمعتك عن الخلود عم بنقيها. اصطفاها يعني نقاها ورفعها. بسيطة يا شباب. بنتابع مع لسي حنوي والسؤال الثاني بالتحليل الزجلي. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلمات. بيلمع سيف كلمة بالإصابة مجد حده بيلمع لبنان ع. كمان شباب بدي ازعجكم انا اليوم على السرعه، هيدي مش بالاصابه، كان لازم نصلحها بالاصاله. صلحوها بالاصاله. صلا بيلمع سيف بيلمع مجد لبنان. لا، كل ما بيلمع سيف بالاصاله بيلمع حد على مجد لبنان. كل ما بيلمع بالاصاله سيف بيلمع مجد لبنان على حد. دايما عم بضيعوس. اول بسيطه. منتبه مع مدرسه الايمان صيدا والسؤال. أعيد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. تتعبي لديوك ومن رح ما قبل يصيحوا. تعودي رح منك تقنعي لحالك. منيح البيت حلو. ينطبع كثير على الشباب يكونوا عندهم اوضاع معي، خصوصا هذا بعمره لازم ياخذوا مثل هالبيت. شباب، انا بهالوقت رح اذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا عن الجوائز اللي رح يربحوها اول ثلاث فرق، وهي منح جامعية تقدمة Overseas Educational Agency لصاحبها السيد بلال درنيقة، بالإضافة طبعاً للجوائز المالية النقدية تقدمة تلفزيون لبنان. وهالسنة حبت ناديا ترافل تقدم للشباب وللصبايا رحلة على مدة أسبوع لفارنا. خمس ثواني يا شباب. رح تتعبي رح تتعبي ومن قبل ما تسيح من قبل ما يسيحوا الديوك. عملك عملك عملك. خد نفس منك لحالك رح تعودي تقنعي. برافو برافو يا حسام. انا بقول حسام جاوب صح لانه قلت عيشه. علمتين لكم يا حسام، صار معكم 16 علامه. بنهايه الفقره الثانيه من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. لسي حنوي صور معهم 12 علامه، يعني عرفوا جابوا بنسبه 40% مقابل 16 علامة لمدرسة الإيمان للبنين صيدا، يعني عرفوا جابوا بنسبة 53%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير ذكر بالعلامات. لسي حنوي صور معهم 12 علامة مقابل 16 علامة لمدرسة الإيمان للبنين صيدا.
قبل ما نبدا هالفقره بذكر جميع المشاهدين انه صار فيهم يتابعوا كل اخبارنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وهي التحدي الكبير. نبدا معكم للسي حنوي والسؤال الاول باحداث 2016. في ايلول 2016 دشن الرئيس الامريكي اوباما في واشنطن متحفا مكرسا لتاريخ الامريكيين من اي اصول؟ متحف ل لازم تعرفوا حتى لو مش سمعين الخبر. شو؟ الهنود الحمر؟ لا صولة أفريقية؟ عفاك برافو يا ديان. هو أوباما أفريقي بالأول؟ عفاك يا شاطر هيك بحلل أوباما أصل أفريقي هيك بتحلل. برافو يا دياب علامة لكم صار معكم 17 علامة. محمد كان عارفها بس عطوا غير اسم. من تابع مع الإيمان للبنين صيدا والسؤال في أي بلد فتح مسلح النار على الناس في سوبر ماركت وقتل 10 أشخاص وجرح 27 ب 22/7/2016؟ انتبهوا على التاريخ اكزاكت لأنه كثير عم بفتحوا النار على العالم هالأيامات. بعدين حددنا وين بالسوبر ماركت. ايه اذا عاملين رشاش دغري بيلقطوها على احداث 2016. فرنسا؟ تركيا؟ لا المانيا. خضت المانيا يا احمد. عرفينا؟ قولوا كاتبين نقول يا هاي. منتابع مع لسي حنوي والسؤال الثاني بأحداث 2016. من هو مؤسس إحدى وسائل الاتصال الذي تبرع عام 2016 بمبلغ 3 مليار دولار للوقاية من الأمراض والأوبئة؟ شو اسمه؟ مين اللي تبرع ب 3 مليارات؟ أكيد ما فينا نسمي وسيلة الاتصال مدام إيه؟ سمينا الوسيلة بيعرف بس من إحدى فكرت حطيت لهم أهم وسائل الاتصال. لا من إحدى إيه؟ مارك زوكربيرغ. صح فيك عفوا. برافو يا محمد علمتين لإلكم صار معكم 14 علامة. كنتوا عارفينها؟ إيه بسيطة. منتابع مع الإيمان والسؤال الثاني بأحداث 2016. من هو مغني الراب الشهير الذي دشن نجمة على رصيف الفن في هوليوود أواخر تموز 2016؟ مين هو المغني اللي حط النجمة تبعه بهوليوود؟ يعني بس يحطوا له نجمة بهوليوود يعني شيء عظيم جدا. أكيد هلا في أمينيم وفي دريك وكاني وست. ولا واحد. ما في جواب. للوين؟ لا. الجواب هو فيتبول. لسي حنوي منتابع معكم والسؤال كمان بأحداث 2016. من هو المهاجم الدولي الألماني في نادي بايرن ميونخ الألماني عام 2016؟ توماس مولر. صح. هو ببالك يا علي لخلص السؤال. برافو علمتين لكم صار معكم 16 علامة. السؤال هلا للإيمان صيدا. من هو المدافع السلوفاكي الذي تعاقد مع نادي مارسيليا الفرنسي صيف 2016؟ لا شباب ما لازم ما تعرفون. مين السلوفاكي؟ يا شي اسم السلوفاكي كبوت في شي اسم. ما في جواب. ما في جواب. ما في جواب. كمان هي صعب لعلمتين ما في جواب صعب. توماس هوبوكان. متابع مع لسي حنوي والسؤال بأحداث 2016.
في أي مدينة وقع انفجاران بعد انتهاء مباراة بكرة القدم ب 11/12/2016 وتسببا بمقتل 44 شخص بينهم 30 شرطي بعد الانتهاء؟ انتبهوا. شو يا محمد؟ شو يا علي؟ ركز وتذكر. باريس. قلتلك بعد الانتهاء. اسطنبول. اسطنبول. عرفت بدك تقول باريس. عفيك. برافو. برافو يا احمد، علامة لإلكم، صار معكم 18 علامة. ومنتابع معكم والسؤال. من هو رئيس حكومة بريطانيا الذي قدم استقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية في تموز 2016 بعد قرار الانفصال عن أوروبا؟ معكم 20 ثانية لا تعطونا الجواب. ديفيد كاميرون. صح. نقول لك صح، هو أصلاً نون كومبوزيت جيمس ديفيد كاميرون، بس مش مفروض تعرف التفاصيل. أوكي، نعتبره صح. علمتين لإلكم يا حسام، صار معكم 20 علامة. برافو. نبدأ بأول سؤال سريع بديهة مع لسي حنواي. استعمل الرقم 8 9 مرات لتحصل على العدد 9000. معكم دقيقة لا تعطونا الجواب، خذوا وقتكم، فيكم تحطوهم حد بعض، تضربون، تجمعون، تنقصون، بس اوعى تصفرون. جواب 8888 زائد 88 بيعطينا 8976 زائد 8 زائد 8 زائد 8. صح يا غيدة. بيرم عليك يا غيدة. علمتين لإلكم، صار معكم 18 علامة. الإيمان، سؤال لإلكم. ما هو الرقم المفقود 27 36 45 و 54؟ شباب فكروا، مش ضروري يكون مجموعة أرقام، هيدي هيدي في شيء بيجمع عن كمان بينهم كلهم. كملوا البروجريسيون، فكروا تنشوف. أولى. يعني بحسبوا دائما بدي أعطي أرقام 9 و9 و8، هيدي مفتوحة على كل الاحتمالات هي. يمكن يكون رح تشوف أهين سؤال هلا. خلص ما مأكد أنا. مأكد. الرقم الناقص 63. فيك. بنضلنا نزيد 9. ليها دغمة كما شال اللعبة من الأول، قاعد ومروق وقال له لقيتها. برافو يا حسام، كما شال اللعبة. عفيك. علمتين لإلكم، صار معكم 22 علامة. السؤال الثاني بسرعة البديهة للسي حنواي صور. ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ خالف، شاكس، عسر، ارعوى، ضادد. معكم 20 ثانية لا تعرفوا مين الدخيل ولماذا؟ شو تعطونا مين الدخيل بيطلع لنا على ارعوى. صح صح يا محمد، معنى خالفة وقف ضده ما عدا ارعوى، معناها معاكس. برافو. علمتين لإلكم، صار معكم 20. السؤال هلا للإيمان. ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ دهوك، الصويرة، إربيل، السليمانية، كركوك. انتبهوا ما تستعجلوا. انتبهوا منيح بكل ما تستعجلوا وانتبهوا. الدخيل هو اربيل. صويرة. صح، لانه كلهم مناطق عراقيه اكراد. عفيك، ما عدا الصويرة. كلهم اكراد الا الصويرة. عفيك. علامة لإلكم. ومنتابع معكم باخر سؤال سرعة بديهة. ما اسم رباعي للبشر جذاب
للكبار والصغار وللشباب. راح أوله وابتعد عنه، صاير طير بجناحه يشق سحاب. سحاب شو هو؟ انتبهوا على لعب الكلام. مطار؟ نعم. ما في جواب. جميل. خباز. إذا حسفنا الخاء بصير باز أو النسر. باز يعني نسر بيطير. باز. والخباز كل الناس بدهن إياه، للبشر جذاب، فيك تعيش بلا الخباز. السؤال الأخير للإيمان صيدا. هلا ريحتوا حالكم وربحت. السؤال: ما اسم رباعي بسابق الغزلان؟ قيمته بتعلى على الأثمان، بتشوفه بيحمل حديد الحامله وما بدا من ثقله تعبان، ما هو؟ أكيد ما بقول لك بسابق الغزلان، قيمته بتعلى على الأثمان، بتشوفه بيحمل حديد. افهموا كل كلمة شباب. فيكم تعرفوا الجواب، إذا ما عرفوه تعادلوا. بيحمل حديد الحمل. سيارة. لا. قارب. الحصان. حصان. زمانته. شباب. الحصان بيحمل نضبته ونضبته بتحمله أيضا. إمتى بتعلى الأسماك فكرناه؟ أكيد. أغلى شيء بالدنيا الحصان. لا. والحصان. لا. ما قلنا لك بسبب الغزلان، ما قلنا لك بسبب شيء الغزلان، بك تفكر إنه حيوان. ولا؟ مع نهاية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. لسه حنوي صور جمعوا 21 علامة، عرفوا يجاوبوا بنسبة 52% مقابل 22% لمدرسة الإيمان للبنين صيدا، يعني عرفوا يجاوبوا بنسبة 22 علامة عفوا، يعني عرفوا يجاوبوا بنسبة 55%. بالختام منقلكن ألف مبروك لإلكن وهارد لك للسه حنوي، وتصبحوا على ألف خير.